طيب هنا صفحة بيج 9 صفحة 9 خلينا نشوف هذه. عندنا مشكلة أيضا، شخص دا يكتب رسالة إلى آنت سالي اللي تنطي نصائح، ودا يقول إنه هو ما يقدر ينام يوم اللي يكون عنده امتحان، يقرأ هواية وبعدين ما يقدر ينام ويكون تعبان من يروح على الامتحان تعبان وما يجاوب جواب صح. فشنو هي النصائح tips advices اللي آنت سالي الأمة سالي راح تنطيه لهذا الطالب حتى يتجاوز هاي المشكلة اللي عنده منه؟ دا يقول I can't sleep، ما أقدر أنام. And I do bad, عكس good، سيء بشكل سيء. When in the exam امتحان، مدى أقدر أنام ليلة الامتحان وبعدين من أروح على المدرسة ما منتبه وما أجاوب صح. فش راح أسوي؟ شنو النصائح تنطي آنت سالي لهذا الشخص؟ وكو طالب آخر، هي طالبة كتبت الآنت سالي هاي المشكلة، قالت لها إنه صديقتها كسولة ليزي ما تسوي الواجب، من تطلع بالباص من المدرسة تقعد تاخذ مني الدفتر مال الواجب وتنقل كل الإجابات، وأنا ما أقدر ما أنطي هالدفتر لأن هي صديقتي، فشو أسوي؟ My friend is lazy، صديقتي كسولة. She copies، قلنا شنو copy؟ copy بمعنى استنساخ، بس إنها copies لما تنقل الواجب من صديقك أو من طالب معك وتحطه بالدفتر مالك. copies the homework، الواجب، on the school bus، من نكون بالباص رايحين للمدرسة تنقل الواجب. فش راح أسوي؟ فهاي مشكلة إنه هو ما يقدر ينام ليلة الامتحان وما يجاوب زين، وهذا إنه هي عند صديقة كسولة تنقل منها الامتحان الواجب. فش راح نشوف ش قالت أنت سالي لهذول الطالبين الاثنين، شنو الحلول؟ هسا هذا أول طالب، قلت له work hard all semester. work قلنا شنو معناته بالدرس السابق؟ أعمل. hard بجد، بجدية. all semester يعني طول الأسابيع مع الدراسة، مو بس ليلة الامتحان، طول أسابيع مع الدراسة مع المدرسة أنت كل يوم تدرس. don't work hard before exam، حتى قبل ليلة الامتحان أنت تعرف كل هالمواضيع ما تقعد تدرسها من جديد. don't work، لا تعمل، لا تدرس بجهد قبل الامتحان، لكن كل يوم تدرس بحيث قبل الامتحان تكون قريتها كلها. listen to music قبل لا تنام. listen أسمع، music موسيقى، استمع للموسيقى. read شنو؟ أقرأ. story قلنا شنو معناتها؟ قصة. before sleeping أقرأ قصة قبل لا تنام، أي قصة حتى تريح دماغك. هذه هي النصائح اللي انطتها للطالب هذا اللي ما يقدر ينام قبل الامتحان. Oh.